بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لما نبت صوى مركز أجوكتان وحان إلينا هاي جمعة مبارك وحان ربا سدح فرين أوكو كوان هل كان إنا مكدوبو فرين تأبوه الرئيسة وحان ربا إنا أمهد عليو ولمدي صوماليات قيبها بلشدة إيو دريق ذاك الدول له سيدا علمدة دروق الصوفية ذا ولماذا أن حركة الإصلاح ولماذا أن قاركوت الحركة السلفية كوقن عي واضحنتي أم عدينتي أن كبحيي بوقي لغفوري قطبدي أن كجيدي جرملك مركل أيام كعلينيا أنيقوها عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وعانا هين المسلمة دي انت إسلام كشان إلا باعتنسه برشادي إذا إدالة عشادي إذا يتخصص كيدي كجيري حديثك ليري وحاتي رواد إنكرتي إنه كيالو صحيحينك ما إنكرين حديثك سبحان اعتراف سنهاي إنه يهي حديث صحيحة وكيالو كتبته صحيحة ونبي ينسي صحيحة لو قوريه وحان رواقون سنة السنة النبي صحيحة مستر كلبات التشريعة هدي اللي يقفهمي أنه قصد كي ما أهين حديثك إنه إنكرو حديث اللي قفهمي إنه حديثك إنكرايه او فهم كاسي مدو سياق هذا كي لغا فهمي مسؤوليه داس انيغا قادايو توبدنا الهي سبحانه وتعالى اسكله اي شخصيات اي علماء اسكملها هدي مرك قف كاس دعي ساسا هو دعي حديث كاس حديث صحيح او امسن انه صحيح هي ايان كعلنيا مركله اي مسدحات فرينت لبعض وحيتها انيغو شلع عدي موقف كي او مركزنا عدينايا حدنا عدي نمنكا كتسن حركة اعتصام إلا قبل لابا نيروبي سيمر حمر إلا بوساسو مرنا يوتل ماما إنا نهي شيعي مرنا إنا أي علماني مرنا إنا أي زنديقي مرنا إنا أي معتزلي مرنا إنا أي جاهل مرنا إنا أي كلب حمارة وحاسو دن ماها دريق النسيحة الدينة إسلام كاكو مجرتو مالي قلت لنا ملها دريق إسلام كالوية قاننا ملها أنا قوى عدي موقف كيغا عدي حديثك إنو سيحي هرهو ميسان هدي أنسقرا وشجعنا أن كسر الله تي شجعي أي ولي دبتهجيه أنا كواحد سبحانه يستكواح لجسوا أبابيلي في الصومالية ومحمد عبد الله فرماجو إيطاليا النبي سيد فادياسين يسوا أبابيلين وحكم كان كواسا كنا وحكم كان عدكين كعباد يستا حدا وحيرها من أيض وشرع على سام كن خلافي مناهج الدين تدن خلافي حرمتي ليك مسلم كهاي آنن حيرينين أي ربان إن الكرسي قفدو كل حيان صومالية وجادة رقاسو دين ينسيحة ومجيدان عدير ما عبش كروح يكو هايستان رقا حكمك كالرد حيو لولنك اي معارض نمدي تاقير سيه وحانك قرنيسا قطبوين كون كمبينا كجرو عطك يا نسينين عضو الربا يوسا ان حكومين عدونا حكومه ونلاينا يا او حكسو هرجيدا دينتا وحاسو ان واكو قومشو واكو قبشو ولماذا اعتساما لرادا تاريخ دودان مركلا فافاسم دل كان دبعت ذيك الجستين كشر كيدونا فرنت كلا حاضريها دولة الصومالية وهذا جستمان توزير كيدور فافنت وعوير حسن دائرة ويس وأن الدفاع يدين تسلمك وأنك الصومالي ده قديني هدو حسن دائرة أن يدين الدفاع لكن وعنا كان كعدينيا إن فضودي وقصو ساري وبن أنت دي جيجا دولة إيسان عم بارينين حسن دائرة أتقى أن يدين الدفاع يا صومالية دولة دين واتاسا نكاس يدين الدفاع أتقانا كمانان كونو ددك إنا كميد أه دولك هوسي سجليي قارع إيشام ولا قصوا بلاو كي هرقاي سامها كي صوب كل كوضة فرحسن ننكاسي قطقانا الدينة إنو دفاعايو منع إيسان عن بارين فدوديسي هالكاس نوحي عديني سا إني رالي أي كيهين وكوح اسكوحرا على الشباب لمنك الجوغفيلة صوماليا يا على اتسام ومدى صومالينا اسك دفاعنا وباقينا والصلاة ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإنما أنتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر يا شيخ بشير احمد صلاد قدوميها هذا علماء الصوماليات وحان كلن كان كذا هذا هي موضوع خصوصا
warkii iyo hadalkii uu ku hadlay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur iyo culimada ka jawaabtay iyo kelimyada uu soo duubay oo culimada qaarkood ama dadka qaarkood ay yiraahdeen kelimyada uu soo duubay maxaa ka odhanaysaan iyo maxaa ku biirinaysaan. Horta marka hore ilaah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh, mahadaan la koobi karin. Kadibna waxaan caddaynayaa meeshaan anigoo ah Bashiir Axmed Salaad inaan dhegaystay laba kelimo uu soo duubay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur, wuuna ku caddaynayo in aan khalad laga fahmay hadalkii uu ku hadlay maalintii ku khudbeynayay Germany. Waxaan leenahay hadalkaaga khalad lagama fahmin, laakiin hadalkaaga hadal wuxuu ahaa ay ka muuqato in xadiidka isaga ah aad duraysid ama axaadiista kale aad duraysid. Hadalkaaga saas buu ahaa, ee mid khalad laga fahmay ama si gaara loo leexiyay muusan ahayn. Si kastaba, haddii hadda aad maaragtay soo jeedisay waa soo duubta kulib aa leedahay, aan khalad baa dhacay, khalad baa laga fahmay ama saa uma jeedin. Anigu intaa ku hadashay iyo muuqaalka aa soo duubtay iyo inaa ka cududaaranaysid wixii aa ku hadashay in uu yahay war la aqbali karo oo macquul ah ayuu kolba aniga ila yahay ka Sheekh Bashiir Axmed Salaad ahaan. Waana soo dhoweynayaa runtii, waana ku faraxsanahay qofku inuu khaladkiisa uu garto, wixii dee lagu qabsadaana uu ka noqdo. Waa shay loo baahan yahay weeye. Marka waa soo dhoweynaynaa, waana ku dhiirigelinaynaa. Midda kale waxaa weeye rabaa inaan baraarujiyo anaga markaa mawduucan ka hadlaynay oo culimmadu ay radinayeen, wax isaga lagu xumeynayo ma aysan ahayn. Wax anagu aan maaragtay ku argudanayno ma aysan ahayn. Anaga dhowr jeer oo hore intaas aflagaata oo dhibaatooyina ay culimmadu u geysan jiray, laakiin anigu kama aan hadli jirin, mana aan isdifaaci jirin. Laakiin markii uu ku hadlay aan hadalo gafku ah diinta maaragtay iyo caqiidada, markaasun baa anigu aan hadalnay. Haddana waxaa ina walaal oo kusoo dhoweynaynaa anaga wixii cay ah ama aflagaada aan u geysanaysid ama culimmada aflagaadeynaysid, anigu sidii horey ahayd adiga iyo Ilaah subxaana watacaala baa ka dhaxaysa insha allahu tacaala. Laakiin anaga waxaa weeye wixii diinta ah oo caqiidada ah oo qur-aanka ah oo sunnada ah oo muqadasaadka ummadda ah, difaacideeda baa anigu maaragtay aan u joognaa una joogu jirnay. Waxa maaragtay culimmada loo laayay oo meelo badan dhib lagu geystay waa la socotaan. Waxa weeyaan waa difaaca diinta ay difaacahayaan, dadka gaalaysiinaya oo dhiigooda banaystay oo ay ka celinayeen ayaa culimmada lagu laayay oo dhibka lagu geystay. Ilaa haddana culayska u saaraya waa sidaas weeye. Marka anaga qofkii diintaas wax ka sheega ama khalad ka faafiya ama si khaldan u fasira, waa unu seexeynaynaa hadalkana maaragtay waa u toosinaynaa. Marka anaga risaaladeena waa midaas weeye, inaan wax isku sheegno oo la istoosiyo oo xaqa la isku bayaaniyo weeye, oo hadallada dadka lagu baadiyeyn karo, dadka laga waardiyeeyo. Marka aniga aan hadlaynay asaga ayaan baan maaragtay ayaan ugu naxariisanaynay, asaga ayaan xaqa u cadeynaynay, ummaddii hor fadhisay oo u sacbinaysay ayaa xaqa u cadeynaynay, kuwa kale dhageysan doona oo ku gadmi maaragtay ku dagmi kara ayaa xaqa u cadeynaynay. Marka xaq cadeyn bay naga ahayd, naxariis iyo toosin ayay naga ahayd, ilaalin diinta iyo muqadasaadka la ilaalinayo ayay naga ahayd. Mid cidna maaragtay lagu colaadinayo ama cid lagu dhibaya ma aysan ahayn. Anaga siyaasad iyo khilaafaad dad haysta shaqadeena maaha, kamana shaqeyno. Midda kale waxaa weeye, waxaan kusoo khatimahayaa in dhammaanteen aan isku dardaaranno in aan diinteena waardiyeysanno, muqadasaadkeena aan ilaashanno, aan isku kaashanno sidii dalkeena iyo diinteenu ay nagu hagaagi lahayd. Waana iska ilaalin waxyaala tafaruqa keenahaya, isku dhaca keenahaya, aan iska ilaalino waxyaalaha maaragtay tuhmooyinka maalaayacniga ah oo maaragtay culimmada la tuhmahayo oo waxaysan ahayn lagu sheegahayo ama sumcadooda meel looga dhacahayo, oo dadka qaarkood oo siyaasiyiinta ahi ay ku dhacahayaan. Marka waxaa leenahay walaalayaal, waxa diinta waardiyeeya ay siyaasiyiinta maaha, waxa diintan maaragtay loo dilay siyaasiyiinta maaha, waxa diintan difaacaya ahi waxay ahaan jireen welin la yihiin oo culimmada Soomaaliyeed
iyo shacabka soomaaliyeed weeye. Marka waxaan codsanaynaa insha Allahu tacaala in la isku duubnaado, in la istixgeliyo, in diinta la waardiyeeyo, in diinta laga ilaaliyo oo dadka maskaxdooda laga ilaaliyo hadallada qaladka ah ama qaladka laga fahmi karo, labada lama ogola. Yani hadal khalad ah iyo hadal si khaldan loo fasiri karo labadaba shay laga fiican yahay weey. Marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur haddii hadalkiisa uu leeyahay anigu saa uma jeedin in laga aqbalo, runtii waa soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay insha Allahu tacaala in dadka si fiican loola hadlo, waxyaalaha muqadaska ah ee aad la iskaga ilaaliyo. Waan ku naseexeynaynaa ilaah subxaana watacaala kuwa iskaashada oo khayr isku kaashada allaha naga dhigo subxaana watacaala, kuwa diinta waardiyeeya dalka waardiyeeya allaha naga dhigo subxaana watacaala. Waana mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.